اليوم العالمي للسكري مناسبة يدق فيها المختصون كل سنة ناقوس الخطر من الارتفاع المخيف لعدد الإصابات، وتحديداً الإصابة بالنوع الثاني الذي كان يسمى سابقاً داء السكري غير المعتمد على الأنسولين بسبب عدم فاعلية استخدام الجسم للأنسولين، وتزيد احتمالية الإصابة به مع تقدم العمر ما يضع المصابين في خطر المضاعفات الصحية. بعض الأحيان كي يقدم هذا مرض السكري تنين في الإنسان 40 سنة 20 سنة 20 والبنكرياس تاعو يبطل يخدم، ما يفرش الانسولين تاعو، لا قرص تولي ما تكفيش، لان المرض يتقوى مع السنين والانسان راه يعيا يتعب. هنا ما حتى اذا كان مرض سكري تنين نزيدوا له الانسولين اونيكستا مع السنين الأعضاء تاع الإنسان تكبر، كيما يكبر الإنسان تكبر الأعضاء تاعو، تولي العمل تاعها يكون ينقص العمل تاعها. إذا كيما البنكرياس يفرز الأنسولين يولي ما العمل تاعو نقص. زيادة الوزن، الخمول البدني والتغذية غير السليمة كلها عوامل قد تساهم في الإصابة بهذا المرض المزمن، لذا ينصح المختصون باتباع نظام غذائي صحي بالتزامن مع نشاط بدني. وفضلا عن ذلك فإن من الممكن علاج مرض السكري وتجنب عواقبه من خلال الأدوية والفحص المنتظم وعلاج أي مضاعفات. Ça va? Ça va, oui, parce que la dernière consultation, ça va? Ça va, alhamdoulilah, bedoua. Là, je suis là qui t'a dit la glycémie tawak. Donc ça va, les bedoua, ça va, je ne sais pas si tu as dit la glycémie. Très bien. ننصحهم أول شيء بتجنب السكر الأبيض حيث يعتبر أول عدو لمريض السكري من النوع الثاني ومريض السكري كافة، وحتى الأشخاص المعافين والسليمين ننصحهم بتجنب تناول السكر الأبيض أو ما يعرف بالسكريات عامة. التنوع الغذائي لازم الوجبة تكون متوفرة فيها الخضر، النشويات، البروتينات والفواكه. الخضر لأنها مصدر للألياف، والألياف معروف باللي خدمتها هي أولا الإحساس بالشبع، دونك ما راهيش راح تخلينا ناكلو بزاف من البلا دوزيام، تسمى البلا لي راهو جاي البلا دو ريزيستونس. النشويات سوا دي بات سوا دو بان سوا دو لا بوم دو تير، بطاطا ولا عجائن ولا خبز. كان الفومي نشوف لي بصح ما كنتش نفيق لي باللي السكر، ومن بعد كان مع كنت ميما مريضه مع كان عندي مشكله كان ما كنتش نتبع، هذا كي تفكر شويه تنتبع عليه. دونك عطيتي زامبيلون نلقاها كتقول لي ميتا تقول لي مادام ريجيم ريجيم هكا ريجيم. و بعد هكا شحال كان فيها عمرك؟ 53 هكا يا 53 هكا. اه دوك حسيت روحي صافا شي كيما كنت. داء السكري من النوع الثاني مرض صامت، غير أن مضاعفاته الصحية على غرار الأمراض القلبية والفشل الكلوي والسكتات الدماغية هي أول مسبب للوفيات في العالم.